الوقت باش كنشوفوا بلي هاد الانضباط نادره في المجتمع ديالنا. وانا دائما كنقول الراي ديالي في الموضوع سنتين كل ساعه انت كيما كتبني المدينه ولا شان فرق مشيو للبلاد مشيو للسواني مشيو لمنطقه اخرى من طنجه اللي حل الهمسات دائما ان دائما كاين ديك التونسيون بين طنجه وقدرالي باش تبان قدرالي والناس اللي كيجيو لدابي اللي يجيو للدعوه للزيته كيجيو يكون واحد لا عاد بصح هذيك مع الاشجار هذا الملك اللي عطى جاوه وحنايا انا بقي راسي بانك مقرب اذا طنجه دائما تكتب من جديد الفرصة الثانية في طنجة هي الصورة كان مشروعها كان صديق ديالي الحبيب سي عزيز عبد العزيز جدير الكاتب المعروف عمل هاد اهتم بالحياه ديالي والكتابه ديالي والف واحد بيوغرافيه روائيه ما تعرفش العنوان ديالها بيوغرافيه ماشي بالطريقه التقليديه وانما فيها الخيال وفيها استحمالات وفيها امور اخرى. اذا وكان هذا هو الموضوع النقاش ديالنا بما ان عملنا هذه الجلسه في ليغاسيون امريكان واللي تابعا الحكومه الامريكيه واللي كتهتم بالثقافه الامريكيه. الموضوع كان اعاده كتابه طنجه لان هذا الموقع الثقافي اللي احنا نتواجدوا فيه كيهتم بهذه المواضيع هذه، ولكن الموضوع العام بصفه عامه هو العلاقات بين امريكا والمغرب او لا يعني الحيز ديالي الشخصيه ما بين امريكا وطنجة. في هذا الكتاب في طريق سلسلة من كتب كتبتها حول شخصيات مختلفة السير الذاتية، منها واحد سي أحمد بوسفور قاص المغربي، وكان واحد بول بولز ومحمد شكري، كانت الثالثة حول محمود أمين العالم الفيلسوف وزعيم الحزب الشيوعي المصري، وكان الرابع حول عبد القادر الشاوري روائي والسفير المغربي. وهذا ياتي في ضمن هذا المسار عامة مع سي انور المجيد، هو يتناول تقريبا حياة سي انور المجيد ولكن في نفس الوقت مع البيئة التي عاش فيها. إذن هناك تاريخ طنجة، تاريخ العلاقات الأمريكية المغربية، تاريخ السينما الأمريكية بالسينما المغربية، الثقافة المغربية والثقافة الأمريكية مقارنة، بما أن هناك دائما مسيرة الثقافة تاريخ المغرب، تاريخ الثقافة والحياة والتاريخ الأمريكي. وفي نفس الوقت هناك تركيز على تاريخ طنجة. لماذا؟ لأن طبعا طنجة لها هذه الميزة ولأنه ولد هنا، ثم هناك طبعا متابعة سير روسيه في طنجة، ثقافته هنا، ما استفاده من فاس كطالب جامعي وما حمله من أفكار هي التي ستكون أساس كتب التي كتبها في أمريكا. طبعا هو كتب حول الإسلام، حول الدراسات الاستشراقية، رد على صاحب الاستشراق، كتب حول تاريخ الإسلام والأمريكا، ثم حول المورز نحن كنا موريون المغاربة الذين طردوا واليهود من إسبانيا، ومن ثم حيث نشأت فكرة الأقليات، والأقليات عامة هي تعلة أو سبب تأخذ الدول لتؤكد هويتها. من أنا؟ إذا أنا مثلا مغربي، اختلف عن الإسباني إلى آخره. إذا إسبانيا ركزت على هذه القضية، الإسبانيين مسيحيين، مسيحيين يتحدثون اللغة الإسبانية، وفي نفس الوقت هو فيها تناول هذه الحروب الصليبية التي دفعت إسبانيا وأوروبا المحاربة الإسلام إلى آخره. وهذه القضايا هو حملها معه من فاس أساسا، بمعنى أن أمريكا فقط حتى المناهج التي مناهج التحليل الأدبي إلى آخره وأخذها من بمعنى أمريكا تفتح عينك على مجالات جديدة ولكن ليست هي كل شيء. المفوضية الأمريكية بطنجة كتنظم سلسلة حول طنجة، كتعرض الأدباء، كتعرض المختصين في التاريخ أو في الأدب، وكيجيو كيعملوا هاد المحاضرة على طنجة. دابا حنا وصلنا للقاء 15 المحاضرات اللي دازوا في المفوضية الأمريكية،
وعلاش عطينا الاسم ديال دردشه؟ علاش كيخصنا نعطيو نلحق الحاضرين يتكلموا ويهضروا ويدردشوا، عليها سميناها ترتوليا دي تانخير دي لا ليغاسيون امريكانا. شكرا.